أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة قول من يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان على طريقة من الطرق الصوفية؟ حاشا وكلا، شيخ الإسلام ابن تيمية كان على التوحيد والعقيدة صحيحة، وحارب الصوفية ونقضها وأبطلها، وأبطل المذاهب الباطلة كلها، ونازل كل أعداء الإسلام. وهذا متخرص وكذاب، هذا متخرص وكذاب، إما أنه جاهل ولا يدري، وإما أنه كذاب يريد أن يتنقص شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.